هو لو المسجد أقام صلاة العصر بعد الأذان على طول، ففي 4 ركعات سنة قبلية للفرد، أصليها بعد الفرد؟ لا، صلاة سنة العصر سنة ليست راتبة. والحديث الوارد في هذا الصدد، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ضعيف الإسناد، فلا تصليها بعد العصر لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما السنة الراتبة التي داوم عليها النبي مثل سنة الظهر صلىها النبي بعد العصر. أما النفل المطلق لا. هو أنا ممكن أقضيها في وقت غير وقت الكراهة، يعني ممكن بعد المغرب أو بعد العشاء. ماشي. طيب السؤال الثاني معلش.